مرحبا، أهلا وسهلا. اختصاصك؟ أنا ست ميس، أستاذة في قسم التصميم الداخلي انتيريور ديزاين جامعة جيهان. ست، اليوم شفنا معرض سنوي لطلبة هندسة معمارية وتصميم الداخلي، شنو أهمية المعرض للطلبة وللجامعة أيضا؟ بالنسبة للطلاب وللجامعة هو هذا نتاج الطلاب للسنة كاملة، هم كل اللي يشتغلوا خلال السمستر الأول والسمستر الثاني راح ينعرض بهذا المعرض، راح تطلع نتيجة أعمالهم يشوفوها باقي الأقسام، يتعرف عليها الجامعة، ممكن بعد فترة إحنا نقدر نسوق هاي المادة اللي هم دا يستخدموها، يعني إحنا ناخذهم فرنيتشر ديزاين، يعني تصميم أثاث مثل ما حضرتك دا تشوف الأثاث اللي موجود عندنا، هذا شغل الطلاب بيور خام، يعني هم كله اشتغلوه كامل بدو من اول ستيب الى اخر ستيب، من داخل المحاضرات داخل ورشات الجامعه قمنا نشتغلها والى حد ما وصلوا لهذا النتاج اللي هم وصلوا له. احنا اخذناهم معامل مال تصنيع مال اثاث، معامل صناعه اخشاب، وبلس انه احنا علمناهم حرف يدويه ثانيه يقدرون يعتمدون بها على نفسهم بعد ما يتخرجون من الجامعه. همينة ممكن تحكي لنا على كم نموذج مال معرض ديزاين الطلبه؟ اكيد اكيد، عندك مثلا هذا المشروع اللي هو مشروع طالبه اشترت هاي القطعه، كانت يعني احنا نسميها ريسايكل، يعني اعاده تصنيع من جديد وجديد، واشتغلت هاي القطع كلها حياكه يدويه، يعني بايدها اشتغلتها للقطعه فرممت القطعه الخشب من جديد وجديد ورجعت اعاده تصميمها بحيث طلعت بهذا النتاج اللي هي هسه به. والقطعه هاي همينة كانت ريسايكل اعاده تصنيع، اللي هي البوكسات مال الخضروات والفواكه او اللي احنا نسميها الاسكيبات، فحتى نخلص البيئه من مثلا الاشياء الزايده، الامور اللي ما ممكن تستفاد منها، احنا نرجع نوظفها بطريقه ثانيه تخدم الانسان مره الاخرى، فهي حولت البوكسات او الاسكيبات الى قطعه فرنيتشر عندك. بلس هاي القطعه همينه عندك، همينه هاي القطعه اشتغلتها طالبه بس كلش واجهت صعوبه باللحيم وهاي الامور. بس احنا يعني خطوه خطوه قلت لك همينة علمناها عليها بحيث قدرت تشتغل وتكملها لقطعه الفرنيشر مثل ما حضراتكم بدها تشوفوها. وهاي القطعتين الثانيه. شكرا لك يا دكتور، بالموفقين ان شاء الله لجميع الطلبه والج. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. دكتور، مثل ما شفنا اليوم اكو معرض سنوي لقسم هندسه المعماريه والتصميم الداخلي. شنو اهميه هذه المعارض للطلبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضوركم لتغطية هذا المعرض. هذا المعرض فصلي لقيمة قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي سنويا لعرض انتاجات الطلبة، جميع الطلبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الخامسة شاركوا الحمد لله بعرض مشاريعهم. المشاريع المشاركة اليوم تجاوزت 60 مشروع، من التصميم المعماري إلى التصميم الحضري إلى التصميم الإسكان، والمشاريع تنوعت من خلال العرض ومن خلال الموديلات المشاركة. بالإضافة إلى ذلك طلبة المرحلة الأولى شاركوا بمجموعة من البوسترات اللي غطت مواضيع مختلفة في قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. نعم دكتور، جميع طلبة القسم شاركوا بالمعرض وليس فقط قسم المرحلة الأولى والمرحلة الرابعة والخامسة؟ لا، شكرا جزيلا، جميع الطلبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الخامسة شاركوا، ولكن المشاريع المعروضة هي فقط مشاريع مختارة، يعني تقريبا في من كل مرحلة اختارينا من 8 إلى 12 مشروع، ما عدا المرحلة الثانية اختارينا بها 22 مشروع. شكرا لك دكتور، جزيلا لكم التوفيق. شكرا جزيلا. مرحبا، انا قمر اثير من المرحله الثالثه معماري جامعه جيهان.
وهذا مشروعي، مشروعي مجمع سكني عمارات، ومالتي الكونسبت مأخوذة من النبتة زرعة ومالتها سندانة. فهنا أنا عندي أنا فيرتيكال جاردنز، المشروع هو كله جرين اريا، عندي تنزل من كل البالكونات للأخير حتى ينظف الهواء اللي يدخل من الشبابيك وينظف، يعني يسوي يجمع بين هذا بين البناية هاي والبناية هاي، يجمعهم سوية ككوميونيتي جاردن ومكان لتجمع الناس، لأن دائما بالشقاق يكونون معزولين. هنا نسوي لهم مثل بيوت حتى كل من يحاول يقترب للثاني ويكون عندهم ارتباط اجتماعي أكثر. شكرا. إيش قد أخذ من وقتك المشروع؟ والله مشروع أخذ شيء 3 أشهر هيك. 3 أشهر. إيه 3. مرحبا. مرحبا. يا قسم. أنا رند شاكر محمود من قسم المعماري مرحلة رابعة جامعة جيهان. أحكيني، ممكن تحكينا عن مشروعك؟ مشروعنا هذا السمستر كان فندق، الفندق الموقع مالته كان بالقرب من سايت بارك سامي عبد الرحمن، وبسبب الانحناءات والطبيعة الخضراء للبارك أنا سويت المشروع على هذا الأساس إن هو يكون سستينابل وصديق للبيئة. المشروع إيش قد أخذ من وقتك؟ تقريبا طولنا به 2 شهر الآن كملنا ويا دكتورة سناء. نعم، شكرا لك. شكرا لك. سلام. سلام. شبا شكي؟ إبراهيم عزيزم لمرحلة سي ديزايني ناوخو. دتواني باسي بروجيك هاد بوامكن؟ أو بروجيك همام بوا بريتي بوا لديزاين كردني فيرنيتشرك، يعني أساسي كي خاني بشوازي مالتي فانكشن، يعني همان فيرنيتشر بتواني لبو تنشويني كي جياواز بكاري بيني. بو نمونا أو ميزيك مشروعي ديزاينم كردوا دتواني لسان شوينك بكاري بيني. بو نمونا لشوازك وكو ميزي تي في تلفزيون ليكي ديكا وكو دانشتن او ايكا كاري لسار بكريتن او مشروعانا وكو او سلافيكا ورمان قرتوا، يعني همو او ديزاينانيكا همان بوا مالتي فانكشن بونا، يعني همان ديزاين بو تانشوينكي جاواز بكاردي و هيتيشيان فكريكي دوبارانية، يعني تقليد ورقيري او بيتن هميان ديزاين بكامل تنانات لا تنفيزيش همو فكري خدابيا كان بوا إخو مان بوا إيواتا بادي بروجاكا چندي خايان تواوتك؟ سرطة وكو بروبوزل، يعني وكو اويكا ديزاين مان كرت سي هفتة نقد مان لساري ورقرتيا لباش فاينل لبو حاضر كردني فرنيتشركا، يعني تنفيزي فرنيتشركا سيروش سركوتو بيدست خوش زور سباس. سباس. مرحبا دكتور. يا اهلا وسهلا دكتور. احنا اليوم مثل ما تشوف في قسم الهندسه، بلى، اليوم معرض سنوي لطلبه هندسه معماريه. شنو اهميه هذا المعرض للطلبه وللجامعه؟ شكرا جزيلا لقناتكم، رائع. الان العالم توجه باتجاه التطبيق وبدا الجوانب النظريه تقل، وليس هناك اهميه للجانب النظري الا لم يذكر الجانب العملي. وجامعه جيهان في ال5 سنوات الاخيره غيرنا سياسه الجامعه نحو العلوم التطبيقيه اللي لها صدى وارضيه في الواقع العملي. ومن هذه الاقسام قسم الهندسه المعماريه وقسم التصميم الداخلي الان في هذا اليوم اثبت طلبه جامعه جيهان اساتذتهم وفاضل ورئاسه القسم ماشيين على نهج
تنفيذ استراتيجية الجامعة التوجه نحو الجوانب التطبيقية والعملية بما يخدم المجتمع الكردستاني والعراق والإنسانية. حقيقة اليوم شفت مشاريع ممتازة من حيث التصميم الداخلي ومن حيث المعماري، بلغ عدد المشاريع المقدمة أكثر من 40 مشروع، هذه مشروعات مختارة مميزة وليس كل المشاريع، بينت حاجة الإقليم مبني على أساس حاجة الإقليم، وانقسم المشاريع إلى كافة أجزاء، جزء من هذه المشاريع تخص العمران سواء كان الأفقي والعمودي، والجزء الثاني من العمران العمارات الموجودة التجارية، والجزء الآخر السكني، وهناك سيكتر مهم خاص بإعادة الأحياء التراثية في أربيل اللي هي محيطة بمنطقة القلعة، أيضا شلون تحديثها وتجديدها على أن تحافظ على أصالتها، هذا الجانب الثاني. والجانب الثالث ركز على التصميم الداخلي، احنا نفتقر في بلداننا إلى مهندسين أو متخصصين في التصميم الداخلي، ولحسن حظنا ونتباهى به في جامعة جيان أول قسم في التصميم الداخلي في الجامعات العراقية استحدث في جامعة جيهان، والآن نشوف ثمرتها في كثير من الخريجين يعملون لدى الشركات القطاع الخاص والحكومي في التصميم الداخلي وبارعين في هذا المجال. واليوم شفت أيضا خطوة جادة وقفزة نوعية في هذه المشاريع سواء كان بالتصميم الداخلي أو بالمشاريع اللي تخص الهندسة المعمارية. وأيضا النقطة الأخرى، هناك تصنيف دقيق لمشاريع تجارية، مشاريع سكنية، وأيضا ضمن المشاريع التجارية فنادق، أسواق، مستشفيات بها، وراعين أيضا المناطق، مثلا مكانين نموذج لمشروع معين يتلائم مع البيئة السكانية اللي عايشين بها. كل هذا يأخذ بنظر الاعتبار، هذا دليل على وسع أفق الأساتذة والطلبة في هذا المجال. والآن أنا تحدثت مع رئيس القسم والأساتذة الأفاضل، هذا راح يكون على شكل مشروع يقدم إلى الجهات المعنية، أولهم وزارة البلديات، راح نسويه على شكل ألبوم بهارد كوبي وسوفت كوبي، نقدمه إلى وزارة البلديات وإلى هيئة الاستثمار لاستفادة منها في المشاريع العمرانية في الضيف والإسلام بشكل عام. نعم دكتور، هذه أول سنة قام هذا المعرض؟ لا، احنا سنويا عندنا معرض بنوعين من المعارض، عندنا مشاريع تخرج المرحلة الخامسة بالمعماري، هذا يقيم في أساتذة من خارج الجامعة وأساتذة من وزارة البلديات وبلديات المدينة والمحافظات، هذا مشروع، والمشروع الآخر يخص جميع طلبة القسم المعماري والهندسة المعماري، أما والتصميم الداخلي. والجدير بالذكر المساهمين في هذا المعرض طلبة المرحلة الأولى الذين لم يمضوا سوى عدة أشهر في الجامعة، الآن مقدمين مشاريع دليل على ذوقهم ودليل على إمكانيتهم وحبهم للتخرج، وهذه النصص الذي يخلي الطالب أن ينجح في مستقبله وأن يكون متخصص بشكل جيد وناجح. دكتور، الجامعة نتكلم بالمواد، مواد المعرض من الطلبة يتكلمون بها، جزء من الجامعة وجزء من الطالب. بل أنا اليوم أعلنت للطلبة شيء مهم، شجعت الطلبة من جيهان يقدم قروض لمشاريع صغيرة لطلبة جامعة جيهان، بلغت الطلبة بأن يفتحون مكاتبهم الخاصة بالتصاميم ودعم من بنك جيهان، قرض ميسر نساعدهم على إقامة مشاريعهم. هذا أيضا ما بعد، مو فقط بعد التخرج، الآن بإمكان الطالب أن يأسس لمشروع الخاص به، وهذه المواد اللي شفتها جزء من الطالب وجزء من الجامعة حسب نوع المال. شكرا لك يا دكتور. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. ريتا رافي، تصميم داخلي مرحلة ثانية. ممكن تحكي لنا عن مشروعك؟ اي نعم، مشروعنا هو ريزيدنشال ديزاين ابارتمنت. اشتغلنا شقة كل تفاصيلها، اشتغلنا المطبخ، صممنا الجدران، المطبخ والحمام والغرفة والليفينج روم، اشتغلناها كلها، صممناها بالكوني وبيها لوندري، هي رغم صغر حجمها هي 80 متر بس رغم صغر حجمها حبينا انه نخلي فيها كل شيء، واستغلينا المساحات بحيث وفرنا كل شيء موجود بالمشروع. شنو اهميه المشروع بالنسبه لك؟
اهم شيء اهم شيء احنا نكون راضين عن المشروع، احنا نخلي كل اعمالنا كل افكارنا كل شيء بداخلنا نطلعه بالمشروع، والمشروع ايش قد ما يكون هذا حيكون تعبنا احنا، من نتخرج هذا حيكون مصيرنا يعني بالدنيا، وايش قد ما بينا ايش قد ما بينا نحاول نسوي كل شيء نقدر عليه حتى نطلع افضل. المشروع ايش قد اخذ من وقتك؟ المشروع والله ياخذ بالايام، هو صراحه احنا كان عندنا اسبوع كامل انه نشتغل به، اشتغلنا اسبوع كامل على الاوراق اللي رسمناها وصممناها وعلى الموديل اللي هو الفلين، اشتغلناه فلين وكملناه يعني تقريبا بغضون اسبوع، اسبوع كامل احنا نشتغل بالمشروع من كل النواحي كمل. شكرا لك وبالتوفيق.